to my YouTube channel. Okay. اليوم قلت بسوي لكم a day in my life. هيك my routine finally صارت أكتر إذا بتكون مثبتة، ولأنه راح أغير لون شعري. باي غير لون شعري I mean فتحه كتير، مفروض حيفتح كتير هيك مفروض. Anyways سارة عم بوعى كل يوم على الساعة 7:30 الصبح، وسلق شهر تقريبا بوعى كل يوم على 7:30. وحتى عندي فيديو كان بدي أعمل فلوغ وقتها، وقتها كنت بعدني ماني كتير منيحة قبل ما أوقف فلوغينج، وكانت أول مرة بوعى 7:30 الصبح. رح أعمل إنسيرت للفلوغ هون. هلا الساعة 7:30 الصبح، عم وشوش لأنه الكل نايم إلا أنا وتسيجا. من أكتر المرات بوعى بكير فيهم، عن جد ما بعرف من بلش أحكي. صار لي فترة ماني حاسة حالي كتير منيحة، إنه كمنتلي كإيموشنالي إنه عم بيصير معي قصص كتير. ف I've been feeling bad. If I can't control هيدا الشيء، إذا ماني قادرة أتمكن من هيدا الشيء بحياتي، على القليلة فيني أتمكن من عاداتي اللي معقول يكونوا سيئة، وإنه معقول هني كمان عم بيأذوني وعم يخلوني أحس إني ماني منيحة أبدا. فقررت إنه بلش أرجع على عادات أحسن بكتير، مثل مثلا الأولى هي الوعي بكير. يوم أول نهار بوعى بكير، إنه اليوم هلا اللي عم بفتتحهم للعادات إذا بدكم. فاليوم حطيت ألارم على 7:30 الصبح، مع إنه صار لي شهر بحط ألارم بكير، تقوم بكير وبلش نهاري بكير، بس إنه بقوم بطفي ألارم وبرجع بنام. فهالمرة حطيت ماي فون آخر ميلة من الأوضة، غير ميلة يعني أنا تختي ماي فون كمان خير محل، وحطيت ألارم على 7:30 الصبح ونمت. بس وعيد كنت مجبورة أقوم من التخت روح طفي الألارم برجع. فمثل ما كنتوا شايفين كنت ميتة، كنت تعبانة، كنت زعلانة، مش زعلانة بس إنه anxious وهيك، إنه ما كنت راكبة على حالي. فإنه مثل ما شايفين هلا في كتير فرق، أنا حسيت في كتير فرق وقت حضرت للكليب. وكمان كنت أول مرة بوعى 7:30، كنت أول مرة بستعمل التكنيك تبع إنه حط الألارم بعيد عني وقوم تطفيه، وات ستيل وركس. Anyways هلا الساعة 8 وعملت ماي كوفي مثل ما شفتوا بأول كليب، و I need to press it هلا و drink it. و جبت معي كتابة، هالتالت مرة بقري هيدا book number 4 من Throne of Glass series. هالتالت مرة بقري لأنه I need to move on، وكنت عايزة ها آخر مرة to cleanse it out of my... not to cleanse it out of my system، ما بحياته راح يظهر من my system، بس إنه آخر فشة خرق before I move on to another book series. I think رح أقرأ واحد read by Maya بدلها تحكي عنه. her account كتير مهضوم، هيدا her account تبعه. كيف من بعد ما خلص أقرأ عندي شغل وأخذ الشغلة معي لأعمل شعري. That's it for now. This, but it's fine. I'm not gonna reveal anything. قطع كريسمس وأنا كان عندي كوفيد، and then سكر كل البلد، فما رح أجيب الكريسمس gifts تبع المولود إنه. بس كنت جا بعرف شو بدي أجيب لهم. فهلا وصلت بهالمحل يعني إنه أوكي البلد بعده مطول طيفتح، بس إنه no way بقى أمتر تجيب لهم their Christmas gift. فI need to improvise. A big chunk of this vlog is gonna be cut out لأنه رح يكون أنا عم doing stuff كرمال جبلن their Christmas gifts. وحبيت أخبركم بس لأنه this just brings me so much joy. كتير بحب غنج العالم اللي بحبهم، وأنا بحبهم شو على المرض إنه. أوكي قبل ما بلش شغل في كم شغلة كنت بدي لكم إياهم، obviously كوز دايما في شيء بدي لكم إياه. أول شغلة إنه ليكو ماي سكن قد صايرة منيحة، وهيدا الشيء اللي بالنص راح جايز، راح الحرق راح. هو ليكو من ورا صحتي جايز، this is not an ad، this is just me telling you إنه صحتي كير gave me a really good prescription. أنا عطوني الكريمات والأساس اللي عن جد لازم استعمله، وإنه ما عم بيعكم شيء لأنه consultation بلاش guys، روحوا just check out the consultation. بس إذا اشتريتوا شيء use code Chloe AZ10 بس فيكم 10% off، ما عم بيعكم عباتكم كود. Anyways
the newest اجل prescription عطوني اياها هي للشعر. انا شعري كثير عم بيهر وهيك اليوم الفيديو كله عن الشعر ورايحه افتح شعري وشعر وهيك. قلت رح فرجيكم على السريع شو عطوني. عطوني الفيتو السبلمنتس هن فيتامينز على قد فيهم الفيتامينز بي 2 بي 5 بي 6 بي 8 سي اي بوراج اويل اند ما بعرف اذا بتقرا البوراج بس انه وزنك. فكل يوم الصبح عم باخذها هلا ثالث نهار باخذها مش هالقد صار لي زمان يعني. فبعد ما عطى كثير مفعول وعطشوني امبول بتحطون بالشعر انه تريتمنت بعد ما تخلصوا حمام هو وشعركم رطب بتحطون انه مساج يور سكالب. فراح اخذهم معي عند الكوافير تيحط لي اياهم بعد ما يحمم لي شعري بحس اتس بروتكتيف شوي. هون هن الفيتامينز اي تيك تو فيتامينز الصبح كل يوم. هلا في شغله انه ما بتصور هول ضروري يكونوا بريسكرايبد لانه فيتامينز. فراح احط لينك داون بلو اذا بدكم تشترون لانه كثير منيح كثير فيهم اخبار وهيك ما بعرف بعد ما طلع الريزلت بس انه فيتامينز ار جود. هلا بيجي علي حكيم لا كلوي فيتامينز من منيح فيتامينز اذا بتاخذيهم معقول يطلع لك شعر على ضفيرك سو ايه. فهلا رح اخذ الدواء اند ذن رح اكفي شغل. إذا لاحظتوا بالمونتاج بالأول كنت عم بكتب قصص لأنه كتير تحمست و I planned out كل الجيفتس وهيك فنورد إنه تحمس وقصص it's good ما بعرف it's good guys. كأنه لابسة بيجاما لا بس إنه ما كتير همة ماشي. هلأ كتير ساقعة رح لبس شي 7 جاكيتات ورح جيب شغلة معي لأنه عندي شي شغلة. Okay, guys, the hair is done. Are you ready to see? She's almost platinum. Guys, I love it. I feel like the outside is starting to match the inside. And many more changes are coming soon. Honestly, I can't wait من هلا لأنه لشي شهر شهرين بتكون بلشت تشمس بركة شوي ويكون اللون أخذ أكثر عباده و I can't wait them to be tan أكثر for this color. Let me know what you think مع أنه I'm very ما كتير بحب أسألكم what you think على هالقصص اللي أنا كتير ما بستمتع فيهم وأنه دايما رح يكون في هالشخص كانت أحلى قبل فرح نتجاهلون. وإذا عندكم compliments أو positive words to say leave it down below. وبعد شغلة إنه ما رح أنهي الفلوج هون لأنه بعده قصير I think فرح كفي day in my life. عندي بعد شغل أعمله وفيت أتغدى هلا الساعة 4 وشوي. guys بعدني ماني معودة I love it. I love كيف حواج بغمقين بس بيرجع شعري فاتح. anyways خلصت غدا هلا اتغدت على صبح حامد وبيت so obviously بعدني جعانة كوز مش بعت منهم. فتعالوا نروح على المطبخ ونكتشف شو بدنا ناكل ديسير. تارا ooh pretty morning. I had تعالي كبوس بالليل كتير بيضحك. حلمت انه راح اتفتح شعري بس انه ما زبط على الاخر. يعني بتذكر انه بالحلم كان فيني اشوف راسي من ورا which is so weird بس انه ما كنت حاسه انه غريب انه عادي كلنا فينا نشوف راسنا من ورا obviously. وبتذكر انه كان شعري هيك ومن تحت كنت عملته على يلو وكان عامل زيح هيك هون مثل الشابو فكان في زيح all along my hair. فبتذكر انه رحت لعند الكوافير وصرت عم بعيط عليه عم قله انه معقول انا منه زابط هو يعمل لي هيك بلا ليكي مش مبين شيء. انا قلت له لا شوف مبين في زيح. وبتذكر انه هيك قعدنا نتخانق اندن بتذكر برامج وجهه وبسمعه عم يحكي مع اللي بيشتغل عنده على صوت واطي انه شفت مان انه نزعني لها شعراتها انه شو بدنا نعمل هي لازم زبط لها بس ما تقول لها انه نحن غلطنا قلها انه هي هيك عبالها. الجواب بتذكر كنت ناطرة طيب زبطوا لي اياه ووعيت على الارم. anyways قررت انه رح كفي الفلوج لليوم ورح اعمل ماي ميك اب بعد شوي واخذ صوره كرمال انستغرام هيك بس ينزل هالفلوج بيكون في صوره. واذا ما شفتوا هون من ورا الصوره روحوا على الصوره اعملوا لها لايك وكومنت وشير وسيبوا انه you know the drill. هلا بعدها الساعة 8 وعم بحضر البودكاست تبع ديفيد دوبريك
اسمه فيوز بتاعت الجايز اكتب حبره ديفيد فانا ما بعرف و ايه ذاتس ات واجان مثل هذا مثل كل يوم فيتامينز انا مش بدي اقول اوكي امبارح فرجيتكم الريسيبي على كيف بعمل ماي فرنش بريس وبعرف انه كتبت انستركشنز على الشاشه على انه كم ملعقه وقد لازم انطلع قبل ما تكبسوها وهيك بس بقول شغله واحده انه انا كثير بشرب كافي انا بحط ملعقتين كبار على قد كبايه واحده نور بتحط ملعقه على كل كبايه مثلا هذا اكزامبل انتوا صيروا جربوا مثلا جربوا اول مره ملعقه واحده وعبوا ودائما باي ذا واي شغله واحده بعد بس تعبوا مي بقلبها للفرنش بريس ما تعبوا من راسكم امسكوا كبايه حطوا بقلبها مي فضوها بالشي اللي بيسخن المي ارجعوا حطوها بقلب هيدا لانه على القد لازم تكون كبايه فهمت قصدي؟ اوكي بقى ذاتس ات هلا بدي اشرب مي كافيه وبدي اقرا شوي كتابه اندن اشتغل اندن اعمل اديت لهيدا الفلوج ونزله اوبسلي بينها وها رح يكون في انه انا عم بعمل ميك اب وتصور سو شي ليزا اوكي رح اعمل ميك اب سريع كرمال اخذ صوره ما رح احط فاونديشن رح احط المينيموم على المينيموم ما لي جديد احط ميك اب لان بعرف رح ارجع اشيله We love it with the lipstick. Let's take a picture. Okay, أخذت صور صار فيني شيل الميك اب عن وجهي. Guys, صرت من هول العالم عن جد ما بقدر بقى احط ميك اب على وجهي. وهلا بدي اعمل اديت للفلوج ف رح انهي الفلوج هون. ف thank you guys for watching. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. وقررت انه باخر كل فلوج رح اسالكم سؤال كرمال اعرف اذا شخص حضر الفلوج للاخر. وهيك اللي حضروا للاخر بجاوب بالكومنتس. فسؤال اليوم هو شو كان اسمه شجرتي بفلوغمس؟ Let me know in the comments. See you in the next one. Bye.